من يستيقظ كل صباح فيرى أمه، هذا يعني قد امتلك الحياة. لذلك يعني الأم هي الحياة، والبقية تعوضهم الأيام، بقية الناس تعوضهم الأيام، الأخ يعوضه، تعوض الأيام، الصاحب تعوض الأيام، القريب تعوض الأيام، صديقك تعوض الأيام، إلا أمك لا تعوضها الأيام أبدا أبدا، والله لا تعوضها، هي الحياة، هي الأصل، هي المكنون، وهي القلب الذي لا يخون. قد يخونك صاحبك، قد يغدر بك قريبك، قد يطعنك في الظهر صديقك، لكن أمك لا، أمك لا، أمك أنت في الصباح تغضبها وفي الليل تضع عليك الغطاء، أمك أنت في الصباح تتأفف في وجهها وأنت ذاهب إلى العمل أو إلى الجامعة أو إلى المدرسة، وهي في الليل تطمئن عليك، على الغداء تسأل هل تغديت اليوم، هل أكلت اليوم. ذلك الإنسان أبدا 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 لن يجد في الحياة أحد كأمه. لذلك الناس تتشابه، وكما يقولون يخلق من الشبه 40، إلا الأم لا يخلق منها واحد أبدا، الأم واحدة أبدا لا يشبهها أحد في الوجود.